السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من برنامج مع الناس على الهواء مباشرة. نسعد باللقاء بكم في كل يوم عند الرابعة والنصف حتى الخميس والنصف بتوقيت عدن، لنكون معكم ونسمع كل مشاكلكم وهمومكم بصدور رحبة، ننقلها بدورنا إلى الجهات المختصة على الهواء مباشرة، أو يتم حل كثير من مشاكلكم وقضاياكم في حلقة الخميس كما تعودنا وإياكم. من السبت الأربعاء بنجمع حصيلة الاتصالات ونعرف أكبر نسبة اتصالات حول أي موضوع ونحاول نتطرق له في حلقة الخميس مع أحد الجهات المختصة في الحكومة اليمنية بشكل عام وفي المجالس المحلية وكل المكاتب التنفيذية في عموم محافظة اليمنية. أسعد دائما بسماع أصواتكم، وذلك من خلال إرسالكم لرسالة SMS، رسالة نصية اعتيادية على رقم البرنامج فيها عبارة مع الناس، الرقم موجود أسفل الشاشة. رسالة الاس ام اس دي احنا بنستلمها ونعرف الرقم ونرجع نتواصل معكم مباشرة سواء محلي أو دولي. مرة ثانية طبعا أحب أذكر فقط للتذكير والتأكيد دائما، بريد قناة عدن الفضائية idntv.64@gmail.com مخصص فقط لاستلام المواد الإخبارية والمواد الفيلمية التي تختص بفعاليات لمنظمات مجتمع مدني، نشاطات شبابية، فعاليات حكومية. كل من يرغب أن يشاركنا بالمواد الفيلمية يرسل لنا على بريدنا الإلكتروني idntv.64@gmail.com. ولن يتم النظر أو قراءة أي رسالة تصلنا عن طريق البريد الإلكتروني فيها شكوى حول موضوع معين، ما لم يكن هناك اتصال هاتفي فإننا لن نسمع أي شكوى ولن يتم قراءة الشكاوى، خاصة أن هناك من يرسل إلى البريد بأسماء مستعارة، ابن عدن، ابن كذا، حامي فلان، حاجة زي كده، فاحنا مش عارفين فحوى المشكلة وما بنطلعش عليها إلا إذا كان في اتصال هاتفي. نسمع المشكلة منكم بأصواتكم ونفتح قلوبنا قبل أذاننا لأن نسمعها مشاكلكم وهمومكم ونحاول حل حالتها وإيجاد الحلول لها. بالنسبة لرقم البرنامج فيه واتس ومخصص لحاجتين اثنين، الأولى تصوير مقطع فيديو خاص بفقرة عبر عن رأيك في رفض الجرائم التي ترتكب في حق المواطن اليمني في كل المحافظات اليمنية بعد الحرب العبثية التي قامت بها الميليشيات الانقلابية الحوثية العفاشية، التي بإذن الله سوف تنتهي في القريب العاجل، خاصة وأن القوات التابعة للجيش الوطني والمقاومة الآن أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من أعتاب صنعاء لتحررها وبقية المحافظات الأخرى. الشيء الثاني اللي تقدروا تستخدموا فيه رقم البرنامج في الواتس هو تصويركم لصور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو قصيرة حول ظاهرة معينة أو مشكلة معينة أو قضية معينة، ترسلوا لنا عبر الواتس وتعلقوا عليها طبعا إيش الصورة دي بخصوص إيش أو الفيديو ده بخصوص إيش، نحن نرجع نستفيد منه كما تعودتم في حلقات يوم الخميس. إذا كان في مشكلة معينة نحاول نتطرق له في حلقات برنامج مع الناس. نسعد دائما بالاتصال والتواصل بيننا وبينكم ونحاول أن نحلحل كل المشاكل التي نستطيع أن نحلها على الهواء، ما لم فإننا نرصدها إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. وأسعد جدا بإيجاد حلول للمشاكل التي تكون آنية، بمعنى التي حدثت خلال العام 2015، لأنها ممكن تنحل بكل سهولة وكل يسر وبسرعة، على عكس من المشاكل اللي لها أكثر من 10 15 20 25 26 سنة حتى، دي صعب إنها تنحل، لأنه زي ما أنتم عارفين نحن عارفين إنه أثناء الحرب العبثية اللي قامت بها الميليشيات الإنقلابية الحوثية العفاشية دمرت كثير من الوثائق الرسمية في المرافق الحكومية ونهبتها وأحرقتها، فلم يعد هناك تقريبا وثائق كثيرة حتى نستند عليها أثناء طرح المشاكل القديمة. فأرجو التعاون معي وطرح المشاكل البسيطة التي عانينا منها في 2015 ونحاول نوجد له حلول عشان نكون طبعا في رضا تام يعني عن نفسي وأكون كده مطمن وبرد ذمتي. أمس كان في معنا متصل اسمه أبو محمد، آخر اتصال وردنا من عدن، لكن لضيق الوقت طبعا ما تمكناش من الاتصال وطلبنا من الزميل عبد الجبار الصبيح انه يحاول يتواصل معاه اليوم على اساس يكون معانا ضمن حلقه اليوم. طبعا نعرف منه كل مشكلته لانه ما قدرناش نستوعب كل المشكله بسبب ضيق الوقت، انقطعت المكالمه معانا وانتهت الحلقه. فاليوم ان شاء الله نتمنى ان نتواصل مع ابو محمد من جديد ونعرف ايش مشكلته، ونسعد دائما كما قلنا بسماع اصواتكم لمعرفه همومكم ومشاكلكم. ان كان هناك اتصالات نبدا باستلام المكالمات لحلقه اليوم من برنامج مع الناس. كنترول، نستعد لاستلام المكالمات. طيب، حتى يتم استلام المكالمات الهاتفية في حلقة اليوم دائما نذكر بأن عدن دائما تحمل
معاني المحبة والتسامح والسلام والأمن والاطمئنان. وأمس شفنا طبعا على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الصحفية وكثير من التقارير وصور الفيديو أو مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية حول مهرجان وفعالية مهرجان الوفاء لعدن في نسخته الثانية اللي حضره كم كبير جدا جدا فوق ما تتخيلوا في صهاريج عدن بالطويلة في كريتر. وكنا سعداء بأنه حاولنا نحن نسلط الضوء على هذه الفعالية ولو بالصوت عن طريق الاتصال الهاتف الميداني مع أحد المنسقين للمهرجان الأستاذ وديع أمان، وكان معنا طبعا ونقلنا صورة حية عن فعاليات المهرجان. بين يوم والثاني طبعا نسأل الله تعالى الأمن والأمان لكل محافظة اليمن المحررة ولكل المحافظات بشكل عام في اليمن، ونقول يعني ربنا يعطيهم العافية أبطالنا أبطال المقاومة الشعبية وأيضا الجيش الوطني. وما ننساش طبعا أنه بعد الله وفضل ومنة منه وقوف أشقائنا دائما في دول التحالف العربي إلى جانب اليمن في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وكل دول الأشقاء ومصر كمان عشان ما ننساش، يعني كل دول التحالف بشكل عام واقفة مع اليمن حتى تعود اليمن آمنة مستقرة إن شاء الله بعيدا عن الحرب التي حدثت فيها في العام 2015. إذا كان هناك اتصالات سيتم استقبالها من خلال إرسالكم لرسالة SMS، رسالة نصية فيها عبارة مع الناس، نحن بنستلم الرسالة ونرجع نتواصل معكم من جديد ونعرف كل مشاكلكم وهمومكم. أستاذ أحمد، إن كان هناك أي اتصالات هاتفية سنبدأ باستلام المكالمات الهاتفية. طيب، بينما يتم طبعا طلب الأرقام الهاتف على الهواء الآن والتواصل هاتفيا، لأنه بعض الأحيان نحن بنتواصل معكم في وقت البرنامج مباشرة بيكون تليفون مغلق أو بيرن محدش يرد، فوإن حصل إنه حد رد أرجو أن تتبعوا التعليمات الآتية. أولا لازم يكون في مكان التغطية فيه كويس عشان نسمع الصوت بوضوح، نسمع المشكلة بوضوح ونقدر نتناقش أنا والمتصل. ثانيا وهو الأهم كمان إنه نكون في مغلقين صوت التلفزيون عشان ما يحصلش رجع صدى للصوت وتضطر طبعا أو ينقطع المكالمة علينا. ومعانا أول مكالمة ونشوف الشروط ده انطبقت عليها. ألو يا سمير. أيوة يا سمير. يا السلام سمير، عليكم. قبل أي حاجة السلام عليكم. نقص صوت التلفزيون. معك معك. نقص صوت التلفزيون يا سمير لو سمحت. خلاص يا حسين نقصنا، تفضل. أوكي، كيف صحتك يا سمير؟ أخبارك؟ الله يحفظك. الله يحفظك. عمر، كيف حالك؟ الحمد لله. عمر، أيضا أنا أولا أشكرك وأشكر الزملاء الذي فتحوا هذا البرنامج الكويس الذي يهم به المواطن والمشاكل التي يعاني، وخاصة نحن عدن تعتبر هي التاجة على رؤوسنا على كل اليمنيين، كانوا في الشمال أو في الجنوب. هذا أقل واجب. مع نعم، المشكلة هي أنه تفضل. الآن السلاح انتشر في كل مكان، خاصة الآن لا تقدر تميز بين المقاومة ومن المنتسب في تبع الجيش أو الأمن الداخلي، وهذا برضو يزعج المواطن بشكل رئيسي. أكيد. والشيء الثاني لا يوضح بشكل عام عند يعني ما يسمى بالشكل الرسمي كلجنة التفتيش في النقاط الأمنية لحفاظ الأمن. مشكلتنا أيضا لا توجد جانب تنظيمي لهذه الوحدات المقاومة أو الانتساب إليها، كما أنه يتم ترتيبها ولبس الزي العسكري الذي كل مواطن يحترم هذا الشخص الذي لابس الزي والذي حامل السلاح. لكن الآن حتى في الشوارع الرئيسية تجد أنه حامل السلاح وشكل اللبس المدني يوقف السيارات أو يعمل الأشياء هذه، تجد أنه نفسية المواطن بشكل غير يعني مش يبقى قلق مش متفاعل مطمن، على هذه يبقى قلق مش الأمكان مطمن، ما يقدرش يعني. يتفاعل معهم. صح. طيب يا سمير، انا بس اشتري على نقطة واحدة، انت قلت لجان التفتيش يعني انتشر السلاح اولا، يعني في اي مناطق اذا في امكانية، في مناطق معينة ولا بشكل عام؟
انا اتحدث على بشكل عام على مديريه عدن باكملها، لقيت انه عن من كل عدن يعني. المنطقه مثلا منطقه الشيخ عثمان الى منطقه المعلا تواهي كريتا، لقيت اغلب النقاط هذه غير ملتزمين بالزي العسكري نهائيا وانتشار والله السلاح. كريم. وهذا مما يعني حتى تلاقي المواطن يستاء من هذا الشيء، طيب يا لأننا سمير، نحن واقفين على مدينة عدن مدنية بالضبط بشكل مدنية، نعم مطلق. مدنية. طيب يا سمير، بس السؤال يعني أكثر وضوحا، احنا عارفين طبعا أنه كان في الشيخ عثمان جنب حديقة الشيخ عثمان أو سنغولة عبد القوي، كان في أماكن يبيعوا هناك فيها السلاح، وهنا نقدر نقول أنه انتشر السلاح للبيع. أنت تتكلم عن انتشار السلاح، يعني الحاملين السلاح اللي موجودين في النقاط الأمنية. أنا بشكل عام كصورة عامة في عدن، آه أنا بصورة عامة أقول لك بشكل عام بانتشار السلاح أو حتى الذين في النقاط أو الذي ما يسمى بالمقاومة، يعني يكون بالزي المدني، ما تعيش تميز ما بين هذا من رجال الأمن من الجيل الوحدات العسكرية، مهم. يعني حتى المتاخ التعريفية لديهم لهم. طيب ملاحظة ثانية، غير مسألة التنظيم بالنسبة للمقاومة واللبس العسكري الملتزم الشيء والتأكيد على حضورهم. الثاني في مشكلة حق الشهداء، ما يعني ليه؟ صراحة ايش فيها؟ موضوع الشهداء، أنا معي أخ الله يرحمه يعني شهيد لي حوالي شهرين، يعني مكان لا مكان عشان الراتب لأنه بالجيش في مدينة الضالح ايوه معسكر 33، يعني استشهد بجبهة الفيروز، يعني تخيل إنه شهرين إحنا يعني من جهة رسمية إلى اتصالات بقيادة اللواء ده لا نجد أي يعني تسهيلات، حتى ما نعرفش من فين يعني نتجه، كل مساعي يقول لك روح لك المعسكر الفلاني وارجع لك لنا هنا، حتى الآن الخبر الآن اللي قالي إنه على أساس إنه ضموهم إلى معسكر في البريقة، يعني لا فين تتجه؟ طيب يعني والله تعبنا أقسم لك بالله يا أيمن، إنه يعني حسينا إنه نحن يعني نشحن، مش إنه لا يعني ياسن حاسين عليك، بهذا لا الشيء. ياسن عليك، بعيد الشر طبعا، وكرامتك محفوظة والله بالتأكيد يا سمير، بالتأكيد يعني كرامتك أكيد دي لا يمكن أن حد يهينه أو يقلل من قيمته. بس يا سمير، أخوك كان في معسكر الضالع في جبهة فيروز. ايوه، طيب هو كان في انتسب الى المعسكر 33، كان طبعا بعدين هرب من المعسكر واستشهد في الفيروس في دار سعد. في دار سعد. طيب ما عرفت، مش عارف يا سمير، من كان قائد الفرقة هناك اللي كانت موجودة في الا جبهة فيروز؟ ها الا الا لا نحن نعرف من هو القائد المجموعه، بس انا اقول لك بالنسبه الان الجيش الوحده حقه لما نتابع الاجراءات عشان الراتب حقه، يقول احنا هذا المعسكر تبع كان طبعا مش عارف ايش، وتصحى ونحن في الفندق حسن باعش على اساس انه قلنا يا فندم حسن احنا اسره الشهيد، قال بلغنا هيئه الركاب وكنا قال خلاص الوثائق يعني متكامله معاكم حسن باعش الرسوم ولا فضل كامله. باعش يا سمير؟ ها؟ حسن باعش ولا فضل باعش؟ لا حسن باعش حسن. اها هذا قائد ما تضل القوات الخاصة مع بشيء ركان. مم. أيوة ولحد الآن شهرين إحنا ما يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بس طيب بإذن الله يا سمير، طبعا في مشاكل وردتنا برضو حول أسر الشهداء، نفس الحكاية كان معنا أمس، تكلمت معنا أخت الشهيد محمد عيسى، واليوم أنت، وقبل أول أمس برضو كمان كان في معنا، اليوم الأربعاء عفوا كان في معنا برضو أحد المتصلين. فبإذن الله، بإذن الله يا رب، بس يوصل عدد أكبر بالنسبة للموضوع هذا، بنجري لقاء وبنشوف مع من ممكن المسؤولين أن نناقش الموضوع بالنسبة لحقوق الشهداء، بالنسبة للرواتب الشهرية، في منهم موظفين في منهم غير موظفين، بنشوف كيف. شكرا لك يا ايمن، الشكر جزيل واشكر لله. الطاقم التلفزيوني من المخرج من الاعداد على هذا البرنامج الذي يثير هموم ومشاكل المواطنين، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة والعافية، وأنا سعيد بصاحب الفكرة أولا، يعني اللي قام الفكرة، يعطيه الصحة والعافية البشمهندس ماجد، مدير عام البرامج، مدير ذات التشغيل في قناة عدن الفضائية. تحية لكل الطاقم طبعا اللي بيبذل المجهود، رغم ما يعني رغم بعض القصور في بعض الأماكن، لكن
طول ما انتم متساعدين معنا وتساعدوا انه تبقى القناة موجودة بحضوركم وتواصلكم الدائم معنا ومتابعة برامجنا، فصدقونا ان شاء الله الرسالة الإعلامية اللي بتقدمها قناة عدن وطاقم قناة عدن بتأدي مهام ان شاء الله تعالى قدر ما نقدر، ورغم كل الصعاب لكن بنتجاوزها ان شاء الله، طالما ان اشقائنا واخواننا ما زالوا واقفين معنا حتى اللحظة ويسهلوا لنا كل عسير. شكرا لكل الطاقم الموجود معنا والعامل في حلقات برنامج مع الناس على مدى كل الأشهر. طيب، يعني من النقاط اللي طرحها سمير، أذكر هنا كمان أم فاروق كانت تكلمت، و أم عبد الله برضو كمان نفس الحكاية اللي اتصلت كانت في الإسكان تكلمت برضو عن الموضوع ده، مسألة التنظيم بالنسبة للجان التفتيش، مش عارف يعني نسأل من حد في الداخلية أو في المقاومة أو مأموري المديريات أو مدراء المديريات إذا كانوا يقدروا يتابعوا الموضوع، كل مديريات محافظة عدن بدون استثناء، يعني إذا كان في إمكانية مدراء المديريات يحاولوا مثلا إصدار بطاقة من المديرية خاصة، أو إذا كان في لجان خاصة بالمقاومة وتتابع الموضوع ده، يتم إصدار بطائق خاصة بشباب المقاومة خاصة اللي موجودين في نقاط التفتيش عشان يكون المواطن أكثر تجاوبا أثناء عملية التفتيش، مش إنه يكون مطمئن إنه دون تبع المقاومة، مش إنه يكون مجرد شباب واقفين وعاملين نقطة تفتيش وانتهى الموضوع وكأنك يا وزة مغازلة، لا، لما يكون في نظام أكثر، في ترتيب أكثر، يكون في تعاون أكثر من كل المواطنين. وأرجع أذكر إنه طبعا في أرقام عمليات خاصة بالمحافظة، أتمنى إنكم ما تنسوهاش وتبقوا دائما حافظين لهذه الأرقام لأنها مهمة جدا، في حال وجود أي شكاوى خاصة بالجانب الأمني أو أي شيء مقلق في الجانب الأمني تواصلوا مع أرقام عمليات المحافظة من بين 2 2 4 مرات من 1 للضرورة، إذا كان في أي شيء حاسين انه ممكن يشكل خطوره على امن عدن وامن المواطن تواصلوا مع اداره امن المحافظه وهم بيتخذوا اللازم ان شاء الله تعالى. طيب، بانتظار مكالمات جديده نرجع نذكر طبعا انه من شروط المكالمات الهاتفيه انه تكونوا في مكان التغطيه فيه كويسه، وما تسويوش زي سميت تكونوا فاتحين صوت التلفزيون، لا، نقصوا صوت التلفزيون على الاخير وطوه واسمعوني عبر الهاتف، اسمعكم بوضوح تسمعونه بوضوح واقدر اسمع شكوتكم واتجاوب معكم بشكل دائم ومريح لي ولكم عشان نسمع مع بعض الصوت بشكل أوضح. للتذكير فقط مرة أخرى بأنه رقم البرنامج هو أسفل الشاشة، وفيه واتس مخصص لشيئين، إرسال مقطع فيديو خاص برفضكم لجرائم الحوثي وعفاش التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في عام 2015 بالحرب العبثية على كل أنحاء اليمن، وأيضا لإرسال صور أو فيديو خاص بمشكلة أو قضية معينة، ترسل الفيديو أو الصورة وكاتبين عليها التعليق حول إيش الموضوع ونستفيد منه في إطار برنامج مع الناس أثناء ما يكون في معنا لقاء مع مسؤول حول قضية معينة ومعنا مكالمة جديدة. ألو يا أم يوسف. ألو. أيوة يا أم يوسف، حياك يا أمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست الكل، كيف صحتك؟ لو الحمد لله، والله اللهم لك الحمد. الحمد كيفك لله، يا أيمن؟ الله يسلمك ويعافيك يا أمي. أمري. الحمد لله، اللهم لك الحمد. معي مشكلة يا أيمن. تفضل يا ست الكل. معي اسمه على مدارس الخاصة. المدارس الخاصة، أنت غلق خامس متصل تقريبا على هذا الموضوع. أيوة. أيوة، ابني درس في المدارس الخاصة وبحق الفصل الثاني، وطلبوا منهم يشتروا منهم الفلوس، وهم رسوم. دارين انه الحالة اللي نحن قد نحن فيه به حق الفصل الثاني، وفين درسوا اصلا بالفصل الثاني؟ ما درسوش. أوكي. وهم ما درسوش، والان يشدوا، والان يشدوا منهم حق الان القسط رسوم هذا اللي احنا الفصل قاعدين الدراسي نحط الجديد. منهم القسط حق الفصل الثاني الثاني في السنه اللي فاتت، وهم ما درسوش فيه اصلا مع الحرب، صح؟ ولا لا؟ طيب، ناقشت الموضوع مع إدارة المدرسة وعرفتوا إيش السبب يعني؟ ناقشته إدارة المدرسة، بقول لك هذه مش مسؤوليتي، وأنا برضو عليها إيجار ما إيجار. طيب يا أم يوسف، بالنسبة لمشاكل المدارس الخاصة، احنا بإذن الله تعالى بنحاول إن احنا قلنا يعني بنشوف إذا قدرنا الخميس هذا أو الخميس القادم بنحاول إن احنا نستضيف مدير مكتب التربية في عدن أو وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم، ونشوف إيش المشاكل هذه اللي في قطاع التربية والتعليم بالذات في المدارس الخاصة، من بين الكتاب المدرسي أو عدم الانضباط بعض الأحيان او الرسوم اللي زي ما قلتي، يعني في كثير من المشاكل بنحاول نحن نتطرق لها ان شاء الله. وبرضه معي مشكلة ثانية، اموري معي الآن نحن نشوف الآن في المنصورة، هذه المنصورة الآن المقاري عندنا بالحوافي تخرج لبرا، عندنا للحوافي المقاري بالحوافي عندنا، والأطفال قاعدين يلعبوا في الشوارع جنب المقاري،
يا ام يوسف، في اي بلوك في المنصورة؟ نحن بلوك 31، 31. بلوك 31، طيب اوكي. ومشكلة الغاز. الغاز عاد فيه مشكلة بالنسبة للمنصورة؟ ما يوصلش أنا ولا قلت ايش؟ لها التعبئة حتى 4500 يعبوا لنا. تعبوا انتم بسيارة خاصة ولا تشيلوا من المراكز؟ لا في خط التسعين يروحوا يعبوا ب 4500. خط 90 ب 4500. 4500 ريال. طيب يا ام يوسف، ايوه احنا كنا اتفقنا مع كثير من مدراء المديريات قبل حوالي شهر ونص او شهرين على مسألة ايوه توزيع انابيب الغاز عن طريق نقاط بيع معينة، يعني المراكز اللي احنا عارفين، الدكاك اللي احنا عارفينه، وب 2500. ما وصلتش عندكم في المنصورة في البلوك في 31 اي حاجه ولا شيء. انا نهائيا؟ اتحدث قبل 3 ايام او 4 ايام ب 4500 وخط 90، ما فيش ولا اي خبر انه عقال حارة ولا اي يسجلوا ولا حاجه حاجة ولا ولا شيء؟ اي شيء. طيب اوكي، بنحاول. انا قد ما ولا كنت امن ادور يعني والامن حاجة. يا اخي يا ايمن، الامن ما علوش بالمنصوره نهائيا. تخرج وانت خايف بالمنصوره. يا أم يوسف، ايوه بالنسبة لثلاث مشاكل أساسية تخص مديرية المنصورة، اللي هي المجاري الطافحة في الشوارع وبالذات في بلوك 31، ايوه عدم توفر أسطوانات غاز الطبخ، ويمكن تعبئته من خط 90 ب 4500، وفقدان الأمن والأمان في المنصورة في شوارع غير موجود. دي ثلاث نقاط لمديرية المنصورة، بنحاول نتواصل مع مأمور المنصورة. ماشي ان شاء الله باذن إن الله. شاء الله. رب تأمر بشي ثاني يا أم يوسف؟ لا اشكر الله يحفظك. الشكر لله، الله يعطيك العافية يا رب، في أمان الله. طيب دائما كل ما كانت المشاكل مركزة كده محددة حول موضوع معين أو مشكلة معينة، نحاول احنا نتوجه لجهات الاختصاص. إذا ما قدرناش نتواصل معهم على الهواء، نتواصل معهم تحت الهواء، نعرف منهم إيش وجه القصور في المشاكل اللي في مديرياتهم، ونعرف منهم الإجابات، وثاني يوم أو ثالث يوم نعلن عنه مباشرة عشان المواطن يلاقي حل بالنسبة لمشاكله. طيب، بانتظار مكالمات هاتفية جديدة، أذكر الجميع بأن المشاركة في برنامج مع الناس، أتمنى إرسال رسالة نصية اس ام اس عادية فيها عبارة مع الناس للرقم الموجود أسفل الشاشة. احنا بنرجع نتواصل معكم إن كان دولي أو محلي، من العربية السعودية، من الإمارات، من قطر، من أي مكان في العالم، ارسلوا الرسالة واحنا بنرجع نتواصل معكم. وإن كان برضو من داخل اليمن، ارسلوا بالرسالة برضو، احنا بنرجع نتواصل معكم عشان نكون في اتصال دائم ونعرف منكم أي هموم أو مشاكل خاصة بفترة الحرب 2015، نقدر نوجد له حلول سريعة وبشكل آني، على عكس من المشاكل القديمة اللي كما قلنا اللي 15 10 20 25 سنة، دي صعب انها تنحل، لأنه كما قلنا الوثائق انتهت في كثير من الدوائر الحكومية في عدن وفي كثير من المحافظات بسبب الحرب العبثية التي قامت بها الميليشيات الانقلابية الحوثية العفاشية على كل أنحاء ومحافظات اليمن. بانتظار استلام مكالمات هاتفية مرة أخرى لسماع أصواتكم. أتمنى أن الجميع طبعا أول ما يقول ألو على طول ينقص صوت التلفزيون يسمعوني عبر الهاتف، لأنه أفضل لي ولكم، وأضمن أنه الصوت يكون واصل بوضوح وما تنقطعش المكالمة بسبب رقع الصدى. طيب، نذكر الجميع بأنه بريد قناة عدن الفضائية adntv.64@gmail.com هو بريد القناة المخصص لاستلام أي مواد إخبارية، مواد فيلمية حول نشاطات أو فعاليات لمنظمات مجتمع مدني أو شبابية، حتى للمشاركة طبعا لتكون في إطار الأخبار أو في إطار البرامج، خاصة وأن هناك تحديث في بعض برامج قناة عدن الفضائية خلال هذه الفترة، من بينها برنامج بتوقيت عدن اليوم إن شاء الله مع الزميلة هدى خالد بإذن الله تعالى عند 10 من الليل الأحد، عشان تكونوا معانا وتتابعوا البرنامج، وبيسلط الضوء أعتقد حول قضية خاصة بالتربية والتعليم ومشاكل أخرى كمان تهم كل المواطنين، وبيكون في ضيف معاهم عبر الهاتف عشان يناقشوا المشاكل دي. ومعانا أم عبد الله من عدن، ألو. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيمن، كيف حالك؟ أم عبد الله، الله يسلم حالك. أنت أم عبد الله اللي متعاقدة في الإسكان؟ أيوة، أوكي، متعاقدة بالإسكان. موضوعك ما زلنا نتابعه على فكرة، ها، عشان ما تقولش حاجة. الله يحفظك يا أستاذ، الله هذا يسلمك العسل ويعافيك. والله. لا والله يا ام عبد الله، يعني الحاجات اللي بيدنا، يعني الحاجات اللي ممكن نحن نتواصل مع مدراء المديريات ومدراء المكاتب التنفيذيه ونوجد له حلول او نعرف ايش السبب،
على طول نحاول احنا نحلها، خاصة لما تكون آنية. يعني مشكلتكم انتم مش بعيدة، من 2014 و2015 إلى الآن بتعانوا منه، فنحاول نعرف إيش السبب، ليش ما استلمتوش رواتب انتم متعاقدين الإسكان، متى بيتم التوظيف، على أي أساس، كيف تتم الأمور دي. فنحاول بس إنه أتمنى من الله إنه نوجد أو نلاقي حلول فعلا ناجحة تكون للموضوع ده إن شاء الله. الله يحفظك يا استاذ وإياك بلال، يا ان أم شاء عبد الله. الله، وإياك. اليوم في معنا حاجة وشكرا ثانية؟ برضو لانك طرحت موضوع الجرحى هذا، والله يعني شكرا على اهتمامكم بهذا البرنامج، والله مصداقيتكم معنا احنا واهتمامكم بالقضايا الحساسه هذه بالذات في هذا الظرف. والله يا أم عبد الله إنه يعني طاقم قناة عدن الفضائية بيحاول قدر ما يقدر دائما إنه ينقل كل ما يمس المواطن، بالذات في برنامج مع الناس، كل ما يمس المواطن إنه نوجد له حلول قدر ما نقدر إن شاء الله، وده أقل واجب نعمله لو نقدمه، دي رسالتنا أساسا. ربنا يحفظكم يا رب، وإياك يا هذا رب العشم والله. إن شاء الله. أستاذ يعني كنت أتكلم اليوم في هذه النقطة بالنسبة للشغل حقنا نحن متعاقدين، كنت أعرف إذا في إمكانية يعني حد يجي من وزارة العمل على الأقل نعرف يعني موضوع نحن لافين بيرسي أو المالية، إذا كان في لنا ميزانية، لأنه على حسب ما سمعت إنه نحن نستلم كنا رواتب نحن متعاقدين من تاجر، كمساعدة مش من تقدم. يعني ما نحنش ميزانية نحن المتعاقدين. طيب انا على فكره، كانت طبعا انا على فكره احاول الان ابذل جهد، يعني احاول ابحث عن رقم الاستاذه سميره عقربي عشان اناقش معي كثير بالنسبه لمسائل التوظيفات والتعاقدات اللي في عدن، بس ما كان ادور لرقم الاستاذه سميره، انما انا نقلت الموضوع طبعا ل باعتبار انه اداره الاسكان في مديريه المعله، بننقل ان شاء الله لمديره المعله، مدير المديريه، ونشوف اذا عنده علم بالموضوع او حاجه، او بنرجع نتواصل حتى باداره المحافظه مع الناطق الرسمي باسم محافظة عدن الأستاذ نزار أنور، ونشوف إذا كان عنده علم أو في إمكانية إنه يسعى للموضوع. نحاول قدر ما نقدر نحن نقرب وجهات النظر عشان نوجد حلول. والله يا ريت يا استاذ، ابتدائي يعني ايجار، فواتير، اولاد، ودراسه، وعلاج، وظروف معيشية يعني سيئة الله كمان عالم بعد بالحال، الحرب، بس شكل غرامه باطل. ونعم بالله. طيب يا الله أم عبد الله، يسلمك لك. حاجة ثانية بقى، حاجة ثانية غير الموضوع ده؟ بالنسبه للموضوع دحين الاغتيالات هذه اللي بالذات يعني عندنا حرف مديريه الشيخ عثمان، يعني يعني في مناطق بالذات نلاحظ في قرب، في منصوره، في انماء، افهم لك يعني نحن في المناطق القريبة من نفر نحس بخوف الآن، أصبحنا حتى يعني أستاذ ما عاد أمنش إنه ابني حتى يخرج يعني إيش زي ما تقول كده المدرسة، يخرج أي مكان، يعني حتى أهلي يعني أشتي أزورهم في كريتر مش قادرة، أخاف والله، يعني أصبحنا في خوف. فيا ريت يعني ما بين وقت والتاني يعني إيش يكون في يعني إيش بيان أو حاجة زي كده تطمن نحن كمواطنين، تعطينا نحن يعني على الأقل حافز، يعني خوف والله العظيم. أصبحنا أنا تكلمت قبل فترة مع الأخت عبير إنه في حتة والله موضوع هذا الأعراس وضرب النار لما يحصل، ايوه يعني تكون أنت مثلا في الليل بالذات الأيام مع يعني حظر التقوال هذا يكون فيها يعني أعراس بدري تكون، والله ساعات إنه مرة اشتليت على صوت يعني ضرب، أقول يعني خلاص دخلوا الحويطة، دخلوا الحويطة، طلع إنه عرس، لا لا، بعيد الشر يعني ان شاء كان الله. في ضرب ضرب. خلاص عدن تقريبا محرمه عليهم، يعني بعد دماء الشهداء اللي روت ارض عدن اعتقد انها محرمه عليهم. طيب والله نحن اللي تحرمنا النوم بصراحة، لا، أصبحنا باذن خايفين الله من أي باذن الله، ضربة ضرب جنبنا. بس باذن الله باذن الله يا ام عبد الله ان شاء الله ينصلح الحال وترجع الامور لنصابها باذن الله تعالى، طالما انه في جهود، وطالما انه على فكره يا ام عبد الله معاكم رقم العمليات حق محافظه عدن، حافظ الرقم اللي هو 22 أربع مرات من واحد، اي حاجه تخص الامن، اي حاجه مقلقه في جانب الامن، تواصلوا مع اداره الامن في عدن او مع عمليات المحافظه مباشره، هم بيتابعوا الموضوع وبيتحركوا. ان شاء الله نشتي اذا نكون، لاحظنا اي حاجه ما بنقصر مع الدوله، ايوه بس الله انا يحفظك. كنت اعطيهم اقتراح اذا كان على موضوع هذا الاعراس، هاتي يعني الدوريات اللي يقزعوا من جنبه وهكذا، يعني اللي يضربوا رصاص ويضربوا القماش هذا القوي، لو يعملوا على الاقل ايش يعني عليهم، يعني على الاقل يعملوا عليهم يسجلوا ارقام السيارات، ولا يعملوا سحب السلاح منهم، لانه الذخيره هذه اللي تنضرب والله ما تدور لي في الجبهه، حرام حرام تصدقي بروحها تصدقي يا تكون. ام عبد الله، ها تصدقي اقول لك يا ام عبد الله، يعني الموضوع هذا ايوه بالنسبه لي، يعني لو طماش نحن بنقول عادي، ولو انه في طماش اصواته يعني زي القنابل، ايوه لكن ايوه يعني قولي الطماش مفقع قليل لكن ما لوش اضرار، لكن الرصاص لما ينطلق في عرس والراجع الى مين؟ لفوق مين؟ لا فوق البشر لفوق في البشر. اطفال في لو تذكري يا ام عبد الله في يوم 27 رمضان لما حصل تحرير عدن، طبعا او كثير ماتوا اكثر من 60 قتيل كانوا في مستشفى 22 مايو سابقا، المستشفى الشيخ زايد الان، بسبب الرصاص الطايش الراقع.
فأسأل الله، أسأل الله، أسأل الله أنه طبعا كل واحد معه آلي في العرس ما يستخدموش نهائيا، لأنه يعني إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغير ما في أنفسهم. إذا نحن، إذا نحن حسينا بالمسؤولية بهذا الموضوع صدقينا يعني بينتهي تماما. لأنه لو لو نعتقد أنه مثلا قوات الأمن أو الـ أو الـ أو الـ أو المسؤولين في عدن بيقدروا يضبطوا هذه المسألة 100%، لا، لازم المواطن نفسه يكون عنده قناعة بعدم استخدام السلاح في الأعراس. أكيد. طيب. وأتمنى يكون في حتى برنامج توعوي كده للشباب عندكم في القناة، وأنتم قناة ما شاء الله نسبة مشاهدتها مش بسيطة. الله يحفظك، حول يعني إيش؟ يعني لو يكون في قناة توعوية يعني منكم للشباب بالنسبة مثلا لهذه الظروف، إيش التعامل؟ أفهم لك كيفية التعامل؟ نتحمل بعض، ما في داعي الشباب دي ليه مصبحوا يعني زي ما تقول كده نار. ما عادهم زي حق أول الشباب، حق نحن اللي يعني بسيطين كده ويتعاملوا بسلاسة. يعني تحس ان الناس يعني على شفا، يعني على مش زي على اعصابهم عايشين كده متوترين. يمكن هذه بسبب ظروف الحرب. الخوف منتظر. طبعا بننقل لك، بننقل فكرتك هذه او الموضوع هذا بالنسبه لاداره البرامج ومدير عام البرامج ورئيس القطاع وطاقم القناه بشكل عام عشان نناقش ان شاء الله، واللي فيه الخير ربنا يقدمه باذن الله يا ام عبد الله. ان شاء الله. انا اضم صوتي على فكره لصوت ام يوسف بموضوع الرسوم هذه اللي فرضنا للمدرسه الخاصه. هذا فعلا حصل معي السنة اللي فاتت، ورغم انه عيال احنا ما درسوش، درسوا لحد شهر 3 يعني ووقفوا، ومع ذلك احتسبت علينا احنا، وللان موجودة يعني للان المدرسة يطالبوني في بحث حاجزين الشهادة حق عيالي، وانا عيالي طبعا ما درسوش. طيب شيء ثاني يا ام يوسف، ام عبد الله الله يحفظك، واياك الف يا رب، شكر لك. الله يسلمك ويعافيك يا رب، باذن الله نلاقي لك حل بالنسبه لمساله راتبكم التعاقدي في اداره الاسكان، ونتابع الموضوع طبعا بالنسبه لفكره البرنامج ان شاء الله، ونشوف اذا زادت نسبه الاتصالات على فكره بالنسبه حول المدارس الخاصه ومشاكل المدارس الخاصه والتعليم. بنحاول احنا نكرس جزء من حلقه الخميس باذن الله تعالى مع مدير مكتب التربيه والتعليم في عدن او نائب وزير التربيه والتعليم ان شاء الله او وكيل وزير التربيه والتعليم، نشوف مع من فيهم ممكن نتواصل ونطرح المشاكل دي عشان نلاقي لها حلول باذن الله تعالى. وفقط للتذكير انه يا جماعه كل ما حاولنا نحن نصلح من انفسنا من داخل انفسنا الحال بينصلح في محيطنا. يعني ام عبد الله تكلمت عن مساله ضرب الرصاص في العراس والطماش. الطماش صحيح انه مخيف بالنسبه لمرضى السكر والضغط والقلب، ممكن في ناس يروحوا فيها لانه في انواع معينه من الطماش او المفرقعات دي قويه جدا، فممكن تسبب امراض يعني او تسبب حالات مرضيه متعبه بالنسبه لاصحاب الربو ولاصحاب السكر لاصحاب الضغط لاصحاب القلب، وحد يروح فيها لا قدر الله. بس مساله ضرب الرصاص طبعا في الاعراس، اسال الله طبعا انه يمنح كل شبابنا طبعا العقل والركيزة أكثر عشان يضبطوا المسألة وأنهم يستخدموش الرصاص في الأعراس. شكرا أستاذ أحمد. طبعا أستاذ أحمد حط لنا الآن للتذكير أرقام عمليات محافظة عدن، وهي 22 أربع مرات من 1، 24 6 9 1 1، 3 4 6 3 3 5. دي أرقام عمليات محافظة عدن، ما تنسوهاش، سجلوها في ورقة، احفظوها في الجوال، حطوها في ورقة جنب تليفون البيت، المهم تنحفظ دي عشان لو في أي قلق من أو توجس من حركة غريبة كما حصل في المعلة قبل 4 أيام أو 5 أيام، مواطن عادي رصد المسألة دي. طيب نذكركم كمان برقم عمليات الكهرباء اللي هو 388-272، عمليات الكهرباء 388-272. الأرقام دي اللي بنعطيكم إياها سواء بالنسبة للكهرباء أو لعمليات محافظة عدن، إن شاء الله ما تنسوهاش لأنها مهمة جدا لنا ولكم عشان نكون أكثر وعي بالنسبة لكل المشاكل المجتمعية. ومعانا مكالمة جديدة من عدن، أبو أمجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا ومرحبا يا أبو أمجد. الله يحييك، كيف حالك يا أستاذ؟ الله يسلمك ويعافيك أخي عمر. الله يخليك. يا اخي احنا معنا البريد حق البريقه، بريد البريقه يعني لو سنه هو سليم، بس زي ما قلت الكمبيوترات حاجات زي كذا. المبنى سليم، المبنى سليم، ما بيبغى شيء حاجه، بس الكمبيوترات
ومكيف واحد شلوه والمراوح مكيف. يعني عادة تأهيلهم جديد عشان يخدم الناس ما يكلفش كثير. احنا نتعذب نروح بريدات أخرى وحاجات زي كده، مع أنه يخدم شريحة كبيرة من سكان محافظة عدن. أكيد. طيب يا ابو امجد، انا طبعا هذه ثاني مكالمه توضيحيه بالنسبه لبريد البريقه، انما بنحاول احنا بس معطيين فرصه شويه، لانه هاني اليزيد طبعا مدير مديريه البريقه لسه استلم المديريه قبل كم اسبوع، يعني لسه بيفتح الملفات اللي كانت متراكمه فيها المشاكل عشان يحلها، انما نحن بنعطي له فرصه ان شاء الله، وبنشوف متى ممكن نتطرق لهذا الموضوع باذن الله تعالى في اقرب وقت ممكن. إن شاء الله يا رب. تأمر بشيء ثاني يا أبو أمجد؟ الله يخليك. الله يسلمك ويعافيك، في أمان الله. طيب، طبعا معانا من المعينين حديثا بالنسبة للمديريات الشيخ عثمان والبريقة، فنعطيهم فرصة بس كده شوية ياخذوا نفسهم على ما وصلوا للمكان عشان يبدأوا يمارسوا نشاطهم ويبدأوا يشتغلوا. احنا تابعنا طبعا في الأخبار بالنسبة لمديرية البريقة الأستاذ هاني الزيدي، طبعا بدأ الآن يحرك عجلة النشاطات في البريقة، ونقول له إن شاء الله موفق بإذن الله تعالى أنت وكل مأموري مديريات محافظة عدن، وأشكر كل تجاوبهم الدائم معنا بشكل مستمر لإطلاعنا على جديد ما ينجزوه بالنسبة لخدمات المواطنين وبالنسبة للنشاطات المعتملة في مديرياتهم. أمس طبعا استلمنا طبعا الصور كثيرة اللي كما قلنا في مهرجان عدن للوفاء عدن، أو المهرجان الثاني لوفاء عدن، وسعدنا جدا طبعا لما شفنا كيف كانت الصهاريج نظيفة ومرتبة ومنظمة، والحضور الكبير لكل النساء والأطفال والشباب والشيوبة، حتى شيوخ كبار السن موجودين في المهرجان والفعاليات اللي فيها، وفي أدوا الاحتياجات الخاصة واللمسة الحانية التي استلموها طبعا وشعروا بها يمكن خلال فترة المهرجان. شكرا لمن ساهم في إنجاح مهرجان عدن للوفاء في نسخته الثانية، والشكر موصول لكل من حضر يوم أمس، وتحية مني أيضا للأستاذ خالد سيدو مدير مديرية كريتر أو مدير مديرية صيرة كما قلنا، لأنه سعى جاهدا لأن تكون الصهاريج هو وكل شباب المهرجان إلى أن تكون صهاريج المكان الجميل والمتنفس الرائع كما تعودنا عليها الصهاريج الطويلة في عدن الحبيبة. كمان ما ننساش أنه اليوم تقريبا من 3 لغاية 6 آخر يوم لمعرض التواهي بين الحاضر والماضي، أو بين الماضي والحاضر التواهي، والإقبال ما زال مستمر لمن أراد أن يحضر إلى حديقة الملكة فيكتوريا في التواهي في عدن ويشاهد معرض الصور موجود هناك. طبعا بشكل مستمر بتوصلنا الأخبار من التواهي أن الإقبال ما زال، عشان كده مددوا من الجمعة إلى غاية السبت، يعني الجمعة والسبت والأحد اليوم آخر يوم معاكم، فالحقوا روحوا شوفوا الصور الموجودة هناك، لأنها فعلا كما قيل وأبكت أحد الزائرين من كبار السن حينما شاهد الفرق ما بين الأمس وما بين اليوم. لكن نرجع ونقول إن شاء الله ربنا يعدل الأمور وتنصلح كثير من الأمور، ونحافظ على كل ما في المحافظات اليمنية وفي عدن أيضا من موروث زاخر ثقافي وفني وإبداعي وتاريخي، لأنه اللي مالوش ماضي لا يمكن يكون له لا حاضر ولا مستقبل. نحافظ على ما تبقى من ماضينا عشان نقدر نعيش يومنا ونبني بكرة إن شاء الله. لا أنسى أن التواصل مع برنامج مع الناس من خلال إرسال رسالة نصية SMS إلى رقم البرنامج الموجود أسفل الشاشة، نحن بنرجع نتواصل معاكم في الحلقة ونعرف كل همومكم ومشاكلكم مشاكلكم دائما. معانا مكالمة جديدة. ألو ألو، نقصت التلفزيون لو سمحت يا قاضي. أنا عندي تلفزيون، قاضي تلفزيون عندي. طيب تسمعنا كويس الآن؟ التلفزيون قاضي. تسمعنا كويس الآن؟ أيوة ما شاء الله. طيب تفضل يا قاضي، ايش معك؟ أنا أخي هنا قضاة محافظة الحي. نعم؟ هنا قضاة محكمة الحوطة البداية محافظة الحي. أيوه. تعرضت ابنتي في شهر 9/2014 من كم؟ للسطو. 2014 تعرضت للسطو. طيب لو سمحت بس ذكرني بالاسم، القاضي من؟
القاضي محمد سعيد سالم. القاضي محمد سعيد سالم، تفضل. شفت كيف حرب قبالك الراتبة إلى عملية خطوب من 2014. شهر 9 أيوة. تابعنا الوزارة، كانوا يعطونا يقدمونها حق 10، أعطونا حق 9، أعطونا حق 10، بعد 11، بعدين 12، كانوا يقدمونا حق شهر شهر. ترقيع يعني ترقيع. 12 ترقيع، لما شهر 12 ميزانية جديدة ما بيتعدلنا. أخذنا حق شهر 1 12 ل 11. تواصلنا مع كبير اليوم مع رئيس محكمة الاستئناف وجدوا بعدنا لحد الآن، هذا واحد ثاني. وايش ردوا عليكم؟ ها؟ ايش ردوا عليكم؟ الوزير قلت له يقول انا ما لي دخل راتبكم صرفتوه. بينما في نفس الفترة عمال البلدية أصحاب المقاري صندوق النظافة تعرضوا لنفس المحاولة، محاولات صادوا 12 مليون أو أكثر. طيب يعني خلال فترة العام اللي هي في من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر، أجهزة النيابة والمتابعة وكذا وإلى آخره، ما عرفتش من اللي قام بعملية السطو على المرتبات؟ هم اجتمعوا بمجموعة مسكوهم. أيوة. كيف؟ بعد فترة فكوا لهم. ما ثبتتش الأدلة عليهم يعني؟ مثل ما ثبتتش الأدلة عليهم. الوزارة ما عملت لنا أي حاجة. طيب يعني الآن رواتبكم مشت في 2015 سيادة القاضي، ولا متوقفة ما زالت، ولا كيف؟ لا لا، حق الشهر هذا، حق الشهر اللي بعنا استمرت الآن حسب التعيينات ها يعني الميزانية الجديدة مستمرة. يعني متأخرة عليكم حق شهر؟ حق متأخرة عليهم. هذا نقطة، النقطة الثانية ماذا لا أولادنا في بعض النقاط في مداخل عدن. أيوة. المقاومة كيف؟ أيوة. حتى الذخيرة والسلاح ما عندهمش، يعني في النقطة حصل عسكري اسمه 3 4 5 مليون في الليل يطلعوا زاد عندهم قطع سلاح. وتتابعوا وقعدهم اسمه فاروق حسن قبل فترة. من؟ لأنه لم يفوا بعودهم. من اللي وعدهم؟ فضل حسن قبل فترة وعدهم. فضل حسن قدموا له رسالة وكل حاجة. الآن بعد ما انتقل اسمه للعنك ما عاد كل ما يقدموا عن الدواء عاد هذول المسؤولين في اللي يقولوا معاهم لجنة أمنية في مريرة. قبل فترة كلمنا أنا شخصيا كلمت واحد اسمه ضلع النبي العلواني يقولوا بالجنة الأمنية في البريقة. في البريقة. ما عاد يصير سلاح وإذا شيء رصاص بنعطيهم صور يرد لها كأنه بشيء هنا تحت 50 طلقة لا بعطيهم 60 طلقة. 60 طلقة اللي 24 جندي أو 36 جندي داخل النقطة. كملوا هذا الكلام يا حضرة القاضي. هذا قبل حوالي هذا اسبوعين او 3 اسابيع لما نزلوا يعملوا حق الاحساس عند المضخة حق المياه عطاها مضخة المياه المشروع الله يرحم الفقيد جعفر رحمة الله عليه. رحمة الله عليه بفضله وصل الله الى القرية. لكن عاد احنا نعاني اسمه انقطاع. ما زال انقطاع المياه. انقطاع تقدر 5 أيام في يوم كذا. ذكرنا بس باسم القرية، قلت لي فين؟ انتقلت عمرو. في لحق. تمام. في لحق. ايوه الراتب. لا لا المياه اللي ما توصلكمش. لا لا انا فقم ساكن. في فقم. فقم اوكي. اتكلمنا على فقم. حاضر. تأمر بشيء ثاني سيادة القاضي؟ البوتجاز الغاز، غاز الطبخ. الغاز نعاني منها شحة ولا إذا جابت بوزات تعدل 3000 من 5000 من 4500 لو رحت تجيب بوزة تعدل من 4 ل 4500 من 4 ل 4500 4 ل 4500 بوزة
توصل للحي يعني عندكم البوزة، لكن نقاط توصل أساسية، نقاط البيع ما فيش. ماشي نقاط البيع لحد الآن ما أدري. إلى طيب فترة ما أشوفهم. طيب تؤمر بشيء ثاني سيادتك؟ الله يخليك. الله يسلمك، وسعيد بسمع صوتك سيادة القاضي محمد سعيد سالم. وإن شاء الله، وإن شاء الله يوصل صوتك يا رب 4 مرات وخمس مرات إن شاء الله نتواصل معكم. بإذن الله تعالى. وسعيد بسماع صوتك سيادة القاضي، الله يسلمك، في أمان الله. يعني بالنسبة لموضوع الراتب تقريبا في كل عام، أنا ما أقدرش أفتي يعني، ما أقدرش أعطيكم حل سيادة القاضي، لكن أعتقد أنه في كل عام طبعا إغلاق الحسابات الختامية وترحيل المبالغ والمديونية ومش عارف إيش وإلى آخره، إنما يعني إن شاء الله يكون صوتك وصل مباشرة لوزارة المالية. ان شاء الله يكون حد تابع الحلقه او تابع الجزئيه من اتصالك دي، ويكون صوتك وصل لوزاره الماليه عشان يشوفوا الموضوع، او وزاره العدل المباشره عشان نعرف ايش النقاط المترتبه على هذا الموضوع. النقاط الامنيه تعتقد لكثير من الاسلحه او الذخيره خاصه في فوقهم كما قال، وكان في وعد على اساس من فضل حسن قبل الانتقال للعنت انه بيتم صرف السلاح والذخيره للشباب الموجودين في نقاط الامنيه، لكن لم يتم الصرف، وطلبوا انهم يروحوا للجان الامنيه في البريقه، وراحوا برضه زي ما رحتي جيتي كما نقول، يعني لا فاتتهم الروحه ولا الرجعه. بالنسبه لقريه فقم في البريقه، ما زال رغم انه في مشروع للمياه، لكن ما زال في انقطاع شويه نسبيا في المياه. البوتاجاز او الغاز الخاص بالطبخ ما فيش في قريه فقم الا عن طريق البوزه اللي بتجي تعبيه ب 4000 دبة او 4500. فان شاء الله نحاول نتطرق الموضوع ده برضه ما دام فوقه معناته في البريقه، ونحاول نشوف كيف الموضوع اذا قدرنا وباذن الله تعالى ان شاء الله، بس يكون في يعني في نفس المديريه عشان نقدر نتواصل مع الاستاذ هاني اليزيدي ونشوف كيف بالنسبه للامور هذه. عمليا دائما اكرر انه بريد قناه عدن يسعد باستلام المواد الاخباريه والفيديوهات الخاصه بنشاطات فعاليات خاصة بمنظمات مجتمع مدني، منظمات حكومية، منظمات رسمية، منظمات خاصة حتى شبابية أو تعاونية لتقديم خدمات إنسانية أو تنموية في عموم محافظة اليمن. ارسلوها لنا هذه المواد الفيلمية عن طريق بريد قناة عدن الموجود أسفل الشاشة edentv.64@gmail.com edentv.64@gmail.com. ده بريد قناة عدن الفضائية، بنستلم فيه المواد الإخبارية، ونسعد دائما بأن ترسلوا لنا هذه المواد الإخبارية، وأتمنى من القائمين على مهرجان عدن يرسلوا لنا بالمواد، وكمان في معرض تواهي الحاضر والماضي يرسلوا لنا بمواد فيديو عشان نقدر نستفيد منها في إطار فقرات برامج قناة عدن الفضائية. ومكالمة جديدة معنا أم حمدي من عدن. أم حمدي، السلام السلام عليكم، عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الله يسلمك ويعافيك يا أمي، يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك. تفضلي. طبعا أني مش اليوم ما تابعتش البرنامج، مش عارفة إيش النقطة المحددة في البرنامج، لكن أهم نقطة اللي دائما هي يعني براسنا وراس كل عدني وجنوبي، أهم نقطة طبعا تثبيت الأمن. يعني تثبيت الأمن بالمدينة مهم جدا. يعني إحنا نشوف إنه تثبيت الأمن وفي حملة لن ترهبونا وفي مش عارفة إيش، لكن يعني ما فيش ما نشوفش يعني اعمال تثبت انه ايش فعلا في ناس يشتوا يثبتوا الامن في المدينه. يعني فين النقاط؟ فين التفتيش في كل منطقه؟ ايش عندنا هنا منطقه ما تحصل يا كثير سيارات كثيره، وكل يوم قتل واحد وكل ده. يعني كيف واحد يخرج من سيارته ويطلق النار على شخص ويشوف نفسه يطلع الشارع ويمشي؟ يعني ما فيش اي مشاكل. يعني لو كان حطوه في كل نقطه في كل موقع معين، يعني في الشارع، مش الا في اي منطقه، تفتيش نقطه مع مدرعه مع يعني قوه كذا، على الاقل الواحد لما بيعمل اي عمليه ارهابيه بيفكر 1000 مره قبل ما يقدم عليها ولا لا. طيب يا ام حمدي، اي طبعا فقط للتذكير، الحملات اللي بيقوموا بها الشباب يعني زي حملات لن ترهبونا، زي التوضيح لكثير من الامور انه النقاط العسكريه والنقاط الامنيه عشان التفتيش وكذا والى اخره، يعني دي كلها جهود، مثلا نقول حملات لن ترهبونا جهود شبابيه عشان ينشروا الوعي اكثر، انه صحيح انه في خوف بس برضه في ناس لازم تعيش. هذا جانب. ايوه جانب عايشين ثاني عايشين. الحمد لله، هذا ايوه جانب. الجانب الثاني
في خطة أمنية. طبعا رئيس الجمهورية قبل حوالي أسبوع من الآن عقد اجتماع باللجنة الأمنية العليا مع القادة العسكريين اللي في دول التحالف الموجودين في عدن، يحطوا النقاط على الحروف بالنسبة للجانب الأمني، وبعد بيوم أو يعني 24 ساعة أو 48 ساعة حصلت المشكلة اللي كانت في المنصورة لو تذكري، اللي هو عبارة عن تصفية للجيوب الموجودة في المنصورة، جيوب الخلايا الإرهابية، تمام؟ فنحن نعطيهم فرصة، بس يعني صبرنا من شهر 7 إلى غاية الآن، نزيد ننتظر كمان كم يوم ونشوف، ربنا يسهل يا رب وتنحل كثير من الأمور إن شاء الله ايوه صح، نحن بإذن معاهم، الله. معاهم نحن، ونحن كلنا يد واحده ويعني وقلب واحد، لكن انا قصدي انه انت موضوع تقترحي الارهاب انه لازم هذه تنحط النقاط الامنيه بالذات في انما، بالذات في انما ايوه لازم ان موضوع تنحط. التامين، موضوع التامين يعني كل يوم يروح واحد من شبابنا، حرام الله، يعني موضوع التامين يعني يامنوا نقطه في كل مكان معين، يعني انا ما ادري ايش بدي الاجراءات، هم ادرى فيها، انت تقدمي المقترح يعني بس. يخلوا ايوه في كل منطقه او في كل شارع مثلا رئيسي او مدخل مش عارفه كيف، في نقطه في كذا حاجه يعني نحن موجودين، فهم لك؟ ان شاء الله، ان شاء هذه الله يا نقطة. محمد. تأمري بشي ثاني؟ أيوة. الله يحفظك. كمان نقطة ثانية، يعني ايوه نحن لما نطلع السيارات نمشي من منطقة لمنطقة، لما يفتشوا الشباب السيارات اللي ما فيهاش يعني نساء وأطفال، ما بيفتشوها، يقولوا عائلة. طيب نحن نقدر ذا الاحترام والتقدير، لكن إيش بيحصل يعني لو دخل يعني فتش السيارة حتى اللي فيها عائلة؟ ايش اللي يعني بينقص ان احنا شيء، احنا مع التفتيش، احنا مع الامن، احنا مع النظام، يعني يدخل يفتش بيتي اهلا وسهلا، الله يحفظك. يدخل يعني يطلعني من السياره عادي، يطلعني من السياره، يفتش السياره، هذا كله الامن، أنا والولاد اللي بيفتش او النقطه اللي بتفتش هي هم اكثر ناس يواجهوا الموت بذيك ذاك الوقت لما أكيد فتشوا ولا لا، أكيد أكيد يعني صح، مش هم مش نحن احسن منهم. أكيد صح، أكيد صح يا أم ترى حمدي. هذه يعني النقاط المهمة. ونقطة ثالثة الله يحفظك، نقطة تفضل. ثالثة يعني اللي دائما نحن نذكرها كلنا، أهم شيء التواصل مع شباب المقاطعة، ما يخلوهمش على جنب، ما يركنوهمش على جنب، تواصلوا معهم يعني يتفقوا معهم، يعني لو المقاومة مثلا توظفت، والله العظيم إنه الأمن بإذن الله تعالى، طبعا أقول لك إنه الأمن بيستتب في بإذن المدينة، الله يعني بتقع البلاد كلها يد واحدة، إن شاء الله لانه يا انت رب. عارف ما حدش وقف في يعني بوجه العدو الا الابناء الشباب، إن شاء الله. ما حد يعني هذول الشباب اللي نحن نشوفهم صغار اللي حق الاركان اللي خلاهم وقفوا بوقت الشده، فلما الحكومه الامن يعني اصحاب الامن يتفقوا مع الشباب يعني يوظفوهم يعني يعملوا لهم حلول، والله العظيم ان البلاد بتتامن اكثر واكثر، إن شاء يعني الله. ما يشتغلوش الامن لحالهم، ما يشتغلوش لوحدهم، لازم تكاملي، الشباب العمل يوقف تكاملي معاهم. يكون، العمل تكاملي ما بين شباب المقاومة وما بين، ايوه بس برضو كمان يا حبيبي أم حمدي، نذكر طبعا أنه في مجموعات، في مجاميع بالأصح، يعني يمكن البعض يشوف أن المسألة طالت، هي المسألة مسألة أعتقد أنه جانب أمني، لأنه مش معقول أنه يشيلوا كل الشباب الموجودين في المقاومة اللي كانوا في فترة الحرب ويروحوا يودوهم كلهم تدريب مباشرة، تصبح عدن يعني زي ما نقول احنا بالعدني فارغة، ما فيهاش حد أمني. فهي المسألة أنه مسألة أعتقد أنه مسألة ترتيب أولويات، ياخذ المجموعة الأولى يوديها تتدرب، ترجع تبدأ تباشر مهامه، ياخذ مجموعة يوديها تتدرب. إلى الآن تقريبا متخرجة من داخل عدن ثلاث دفع من شباب المقاومة اتخرجت، الآن موجودة بس منتظرين تفضل. يتم الانتشار، أي الخطة الأمنية يتم الانتشار والتوزيع، وياخذوا دفعة جديدة ويتم التخريج. يعني هي المسألة مسألة انتظار بس، وإن شاء الله تتم الأمور بإذن الله يا أم حمدي. إن شاء الله إن شاء طيب يا الله، أم حمدي، والشيء الأخير همنا بلادنا. أيوه طيب انا شو اسالك بس يا ام حمدي، بالنسبه لانماء، في مشاكل بالنسبه للكهرباء، المياه، الغاز، الطبخ، حاجه زي كده، يعني من دي المواضيع اذا كان في لا موجود والله، عندكم؟ شوف غاز الطبخ قضيته تحسنت طبعا عن الحمد أول لله من قبل، الحمد لله. الحمد لله. المياه الحمد لله والشكر لله يعني على أحسن ما يكون. الكهرباء بدأت هذه الأيام يعني تضعف، بدأت كانت يعني وصلنا لمرحلة يعني إنه إيش بتنطفيش، الآن رجعنا من جديد إنه لازم تنطفيش في اليوم مرة واحدة، مرة يعني ساعتين كذا تقريبا، هذه هي مشاكلنا بس. لو وقت على الساعتين قولوا ان شاء الله خير، بس اهم حاجه انه لو تتسدد فواتير، صح فواتير الكهرباء، لان انت عارفه يا ام أيوه حمدي انه موظف الكهرباء بيستلم راتبه من خلال الفواتير اللي بتتسدد، الكهرباء ممكن نشتري قطع غيار برضه من الفواتير اللي تتسدد، واذا تسددت الفاتوره نحن بنرجع لها التيار الكهربائي ونقدر نشتغل في البيت بحاجاتنا وامورنا ونسلم برضه الفواتير، صح؟
بإذن الله تعالى. نحن والله نحن متفاهمين معاكم وحاسين دورهم، الموظفين هم أبناءنا وآباءنا، يعني كلهم مننا وفينا، مننا وفينا. هذا صح، أول شيء بالنسبة للرواتب، وكمان العملية تكون عملية كاملة زي ما قال إن شاء برافو الله بإذن عليك. الله تعالى، البقية الكل يفهم ده الموضوع. ان شاء الله يا رب، ربنا يعطيك الصحة والعافية يا ام حمدي، الله يخليك، وموفقين يا رب باذن الله، وربنا ينعم علينا بالامن والامان ان شاء الله في كل مكان باذن آمين الله. يا رب في امان العالمين. الله، مع الف سلامة. طيب ام حمدي اتطرقت لمواضيع مهمة جدا، من بينها مسألة انه تفتيش السيارات، يعني حتى وان كان فيها عائلات ما يمنعش انه تتفتش السيارات، النساء ينزلوا تتفتش السيارة انه ما فيش اي حاجة، وخاصة انه في كان من قبل، طبعا قبل استهداف نقطة العقبة كان في عنصر نسائي موجود عشان تفتيش النساء للضمان، خاصة انه في بعض الارهابيين طبعا يعني قليل الحيل اللي لا يستحوا ولا ما يخافوش من الله، مشان كده ما يستحوش من البشر، يعني بعضهم. طيب معلش معوض، يعني خاصة بالنسبة للنساء يتم التفتيش من جانب النسائي عشان ضمان الأمن والأمان أكثر للكل، يعني للكل زي ما قالت أم حمدي، إذا فتشوا السيارة نحن مش أقل منهم ولا نحن أحسن منهم، يعني لو حصل أمر الله وفي حاجة نحن وهم مع بعض عادي مش مشكلة، لكن ما يروحش عيالنا باطل بأنه خلاص استحوا إن السيارة دي فيها عوائل ويطلع إنه فيها مفخخ ولا حاجة، ويروحوا الشباب ويروحوا، فلازم تتفتش، يعني لازم كده كده لازم تتفتش. طيب حاول الزميل العزيز عبد الجبار صبيح ان يتواصل مع ابو محمد اللي انهينا مكالمته امس، اخر مكالمه كانت معانا ضمن الحلقه، وقال انه من قدماء، من ضمن القدماء اذا في نسيت حتى ما سجلتش انا القدماء ايش. طيب العفو منك طيب يا ابو محمد، بس لانه كان الوقت متاخر وكنا نحاول نسرع. استلموا مساعدات شيكات مجزاه في عده بنوك، يعني مش في مكان معين، مشان الاستلام للمستحقات الماليه، اعتقد انه من قدماء العسكريين او حاجه زي كده. فإذا أراد الله إن شاء الله يا أبو محمد برضه بنحاول نتواصل معاك بكرة، ولو إنك اليوم ما ردتش علينا مش مشكلة، يمكن مشغول أو نايم أو التليفون صامت، نحاول نتواصل معاك بكرة عشان نوفي بوعدنا لك إن إحنا اتصلنا بك ونعرف منك بقية تفاصيل مشكلتك ونحاول نحلها. يعطيك العافية يا أم حمدي، وسعيد بآخر مكالمة منك لأنها كانت إيجابية كثير جدا، وأشكر كل من تواصل معنا في حلقة اليوم. ونعم الآن طبعا نرجع ونذكر الكل بأرقام عمليات محافظة عدن للضرورة والأهمية القصوى دائما. أرقام عمليات محافظة عدن هي 22 أربع مرات من 1، 246911، و346335. دي أرقام عمليات محافظة عدن ما تنسوهاش. نرجع للتذكير، في مديرية المعلقة قبل حوالي 5 أو 6 أيام من الآن، مواطن شاف حركة غريبة داخل مخزن معين، قربعة ومش عارف ايش في الآخرة، على طول شال الرقم واتصل بعملية المحافظة، نزل مدير المديرية ثاني يوم والبحث الجنائي ومش عارف ايش في الآخرة، وتم القبض على خلية كانت بتعمل على إعادة تجديد تاريخ دقيق منتهي الصلاحية، ولقوا معاهم مجموعة من المبالغ وأسلحة وإلى آخره. فشكرا لهذا المواطن، يعطيه الصحة والعافية، وشكرا للحس الأمني عند كل حد بيحاول نضبط الأمن والأمان في عدن من خلال التواصل مع إدارة عمليات المحافظة في حال وجود أي شيء مشبوه. بالنسبة لرقم عمليات الكهرباء اللي موجود 388-272-388-272، ده الرقم المؤقت لعمليات الكهرباء في حال وجود مشاكل كهربائية، يعني تماس كهربائي في حي معين أو في شارع معين، أبلغوا مباشرة إن شاء الله يتجاوبوا معكم كما قال المهندس مجيب الشعبي. في حال لاحظتوا إنه في حد رابط عشوائي، لأنه الربط العشوائي مصيبة على صاحب البيت اللي ربط وعلى البقية من السكان، مش إلا بالنسبة للفواتير، لا تماس بسيط ممكن يخلي البيت كله يروح في حالة وفاة بسبب شورت بسيط نتيجة الربط العشوائي. فأسأل الله طبعا السلامة والأمن والأمان وللجميع. بالنسبة لموضوع تسديد الفواتير، كما قلنا دائما نعيد ونكرر أن هي عملية زي الدائرة، يعني مغلقة، المواطن يدفع فواتير الكهرباء بالتقسيط كما قلنا، وصرح مدير المياه وصرح مدير الكهرباء انه كحد ادنى 3000 ريال، تسددوا الفواتير، الموظف في الكهرباء استلم راتبه وترجع توصلنا على الخدمه. وهذه هي الاهميات الضروريه دائما، ندعو الله تعالى الامن والامان لكل محافظه اليمن ولعدن العاصمه المؤقته طبعا. واشكر كل من تواصل معنا في حلقه اليوم، استودعكم الله واللقاء يتجدد بكم يوم غد، دمتم برعايه الله.